بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سوف نقوم في هذا الفيديو بتقديم عرض حول كيفية إنجاز التقويم المستمر والامتحانات النهائية على موقع easyclass.com. هذا العرض من تقديم الأستاذ الدكتور محمد عمري، أستاذ بقسم الرياضيات والإعلام الآلي، كلية التكنولوجيا، العلوم والتكنولوجيا بجامعة أضرار. هذا الفيديو خاص بالأساتذة، وهناك فيديو ثاني يشرح كيفية التسجيل وإنجاز الفروض والتقويم المستمر والامتحانات النهائية على نفس الموقع. إذن كما تلاحظون، موقع easyclass.com هو عبارة عن أرضية تسهل الاتصال ما بين الطلبة والأساتذة، وتسهل على الأساتذة إجراء الامتحانات سواء بطريقة أوتوماتيكية أو بطريقة عادية. إذن الدخول على الموقع باستخدام العنوان الموقع easyclass.com. كأول مرحلة يجب على كل المعنيين بالعملية أن يسجلوا أنفسهم. ومن إيجابيات موقع إيزي كلاس أنه كل معني، كل طالب أو كل أستاذ يمكنه أن يسجل نفسه بنفسه. إذا فيه الاختيار اللغة، في عدة لغات، مثلا نختار اللغة العربية مثلا. ونقوم بالتسجيل، بما أن هذا الفيديو خاص بالأساتذة، أن أسجل كمدرس. وطبعا في الفيديو الثاني سوف نشرح كيفية التسجيل بالنسبة للطلب. طبعا الطالب يجب أن يكون له رمز للدخول الذي يعطيه له الأستاذ بعدما ينشئ درسه. إذا نبدأ نحن بالأستاذ ونسجل الأستاذ. إذا الاسم، نستخدم أي لغة شئنا. البريد الإلكتروني الذي سوف نستخدمه. ونعيد كتابة البريد الإلكتروني نفسه. طبعا هنا يجب أن يكون للأستاذ بريد إلكتروني، من الأحسن يكون جيميل أو غيره من البريد. ثم الجنس، ذكر أو أنثى، وكلمة المرور. وإعادة إدخالها مرة أخرى. وننقر على زر التسجيل. إذا إيزي كلاس تنشئ لنا تسجيل للأستاذ باسمه، وكما نلاحظ هنا فيه مجموعة من المنيو من الاختيارات، من بينها المواد. في الوضع الحالي لم يتم إنشاء مادة بعد، فننشئ المواد المراد إضافتها إلى هذا الموقع. إذا بعد الضغط على المواد تأتينا البوتون تاع إنشاء مادة، ضاغطة إنشاء مادة، ننقر عليها ونعطي اسم المادة. في عندي قائمة مواد موجودة مسبقا. اسم الصف، سنة أولى رياضيات وإعلام آلي. وإذا كان فيه إمكانية لاختيار
مستوى، مستوى مثلا مستوى ليسانس اللي هو مستوى إجازة جامعية مثلا، مستوى التعليمي، ثم نقوم ب لباقي الاختيارات غير مهمة. إذا قمنا بإنشاء مادة تسمى برمجة وخوارزميات، وسميناها محاضرة سنة أولى رياضيات وإعلام آلي. كما نلاحظ في الأسفل، بعد مباشرة بعد إنشاء المادة، لكل مادة لها رمز دخول خاص. هذا رمز الدخول هو الذي يجب إعطاؤه للطلبة. قبل ما نتطرق إلى رموز الدخول، نضيف مواد أخرى. إذا نذهب إلى المواد ونضيف مادة جديدة. نفس المادة هي برمجة وخوارزميات، لكن الشق الأعمال الموجهة فوج واحد، ونفس السنة اللي هي سنة أولى رياضيات وإعلام آلي. نفس الشيء بعد إنشاء المادة رمز دخول آخر خاص بهذه المادة. إذا إلى غاية الآن عندنا مادتين، برمجة وخوارزميات محاضرة، برمجة وخوارزميات أعمال موجهة فوج واحد. إيزي كلاس هو موقع بسيط غير جدا ليس متطور، فهو لا يسمح بمشاركة المواد ما بين عدة أساتذة. إذا في حالة ما إذا فيه أستاذ مكلف بالمحاضرة والأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية أيضا، يكفيه إنشاء مادة واحدة فقط، يسميها فقط برمجة وخوارزميات، وداخل المادة هذه يعطي المحاضرة ويعطي الدروس ويقوم بإنشاء التقويم المستمر الخاص بالمحاضرة أو الأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية. لكن في حالة ما إذا فيه مثلا مادة اللي فيها عدد كبير تاع الطلبة، وأستاذ المحاضرة يختلف عن أستاذ الأعمال الموجهة ويختلف عن أستاذ الأعمال التطبيقية، إذا في الحالة هذه ننشئ لكل أستاذ، ننشئ له مادته الخاصة به حتى يتم التحكم في المادة، ويكون كل أستاذ مسؤول على الجانب المكلف به في هذه المادة. إذا ننشئ كما نلاحظ، ننشئ المحاضرة لوحدها وأعمال موجهة لوحدها، الفوج واحد، الفوج اثنين، الفوج ثلاثة إلى غير ذلك. إذا كان فيه عندنا عدة أساتذة، فكل أستاذ معنى بإنشاء مادته. معناها أن أستاذ المحاضرة غير معني بإنشاء مادة العمل الموجهة، والعكس صحيح، أستاذ العمل الموجهة ينشئ فقط ما يخصه اللي هي عمل موجهة فوج واحد. مثلا إذا عدنا 8 أفواج، أستاذ مكلف بأربعة أفواج وأستاذ آخر مكلف بأربعة أفواج، إذا الأستاذ الأول ينشئ مثلا برمجة وخوارزميات عمل موجهة مثلا فوج واحد اثنين ثلاثة أربعة مثلا، والأستاذ الثاني نفس الشيء فوج 5 6 7 8 وهكذا. إذا كل أستاذ مسؤول عن جزء معين هو مكلف بإنشائه. إذا بعد إنشاء المواد كما قلنا، فكل مادة لها رمزها الخاص. مثلا برمجة وخوارزمية محاضرة لها رمزها الخاص، ونفس الشيء إذا رجعنا إلى المواد، وبرمجة وخوارزمية أعمال موجهة فوز أول لها رمز آخر. إذا هذا هو الرمز الذي يتعين على الأستاذ إعطاؤه للطلبة. الآن يعطيه لهم عن طريق إرساله إلى إيميلهم، أو بنشرها مثلا في صفحة الويب الخاصة بالقسم. المهم يجب إيصال هذا الرمز إلى الطالب حتى يتمكن الطالب من التسجيل في هذه المادة أو في الأعمال الموجهة للمادة أو المحاضرات أو الأعمال التطبيقية إلى غيرها. إذا كما نلاحظ في هذا الجدول، مثلا إذا كان فيه تفاهم لرئيس القسم مع الأساتذة الذين يتفقون على العمل بإيزي كلاس، يقوم رئيس القسم بنشر
يقوم رئيس القسم بنشر هذه الرموز بعد استلامها من الأساتذة ونشرها مثلا على صفحة الويب الخاصة بالقسم. يجب أن تكون هناك طريقة لإيصال هذه الرموز إلى الطلبة المعنيين. وكما نلاحظ هنا طالب مثلا معني بمادة برمجة وخوارزميات، في هذه الحالة مثال هنا يجب أن يسجل في المحاضرة حتى يتحصل على، ولا يمكنه أن يجري التقييم المستمر الخاص بالمحاضرة وكذلك الامتحان النهائي والامتحان الاستدراكي، وأيضا عليه التسجيل في فوجه، فوج واحد فيما يخص الأعمال الموجهة. هناك مادة أخرى لها رمز آخر يسجل فيها أيضا، وفيما يخص الأعمال التطبيقية نفس الشيء يجب عليه التسجيل في هذه المادة الخاصة بالأعمال التطبيقية. إذا في هذا المثال، بما أنه عندنا أساتذة مختلفين، لكل المحاضرة عندها أستاذ، والعمل الموجه عندها أستاذ، والتطبيقية عندها أستاذ، ولنترك المجال الحرية لكل أستاذ أنه يسير جزء من المادة، فعلى الطالب هنا التسجيل في 3 مرات، مرة في المحاضرة، ومرة في الأعمال الموجهة، ومرة في الأعمال التطبيقية. طبعا كما قلنا سابقا، إذا كان المادة مثلا تعدادها صغير والأستاذ هناك أستاذ واحد خاص بمحاضرة والأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية، لسنا مجبرين على هذا التقسيم. يمكن إنشاء مادة واحدة فقط تسمى برمجة وخوارزميات، وداخل هذه المادة يكون هناك التقويم المستمر الخاص بالمحاضرة والأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية والامتحانات النهائية وحتى الامتحان الاستدراكي. إذا بعد إنشاء المواد المعني بها كل أستاذ، نقوم بتسيير وإضافة دروس وإضافة مجموعة من الفروض والامتحانات إلى كل مادة نحن معنيين بها. إذا نأخذ مثال مادة برمجة وخوارزميات محاضرة. إذا فيه مجموعة من الاختيارات التي يمكن أن نقوم بها. طبعا قلنا كل مادة لها رمزها الخاص، وهذا الرمز يجب أن يعطى للطلبة من أجل التسجيل. قبل ما نبدأ بالامتحانات والفروض، يمكن للأستاذ أنه يعني يضيف دروسه إلى هذا الموقع. هناك عدة اختيارات، التحميل ولا إضافة URL اللي هو عنوان على الويب. بالنسبة للتحميل، الملاحظ على هذا الموقع أنه غير قادر على استقبال ملفات، ربما هذا الاختيار غير متاح الآن. الاختيار الثاني متاح اللي هو إضافة URL، بمعنى أنه الدرس أو المحاضرة موجودة في مكان آخر على موقع آخر، فنقوم باستخدامها عن طريق عنوان هذه المحاضرة. كمثال عملي، يمكن مثلا استخدام هذا العنوان من موقع التعليم عن بعد الخاص بجامعة أضرار، أو يمكن استخدامه من الملفات الخاصة الموجودة في مثلا جوجل درايف. جوجل درايف هو موقع أيضا يمكننا من تحميل ملفاتنا الشخصية عليه كمثال. إذا drive.google.com، أي واحد عنده إيميل على جوجل ويمكنه أن يدخل إلى الموقع و باستخدام فقط العنوان بتاع الإيميل، ويمكنه أن يحمل ملفاته على هذا الموقع. فيمكننا تحميل من جهاز الكمبيوتر تحميل ملفاتنا على هذا الموقع. نقوم مثال مون درايف و امبورتي دي فيشي من جهاز الكمبيوتر كمثال محاضرة.
فيقوم الكمبيوتر بإضافة المحاضرة على جوجل درايف. المحاضرة موجودة هنا، هذه المحاضرة. يمكننا استخدام عنوان خاص بهذه المحاضرة. جوجل درايف يطلب منا هل الاستخدام محدود ولا استخدام بالنسبة لجميع المستخدمين، وأي واحد يمكنه استخدام هذا الملف. له نعم، ويعطيني جوجل درايف يعطيني رابط خاص بهذا الملف. إذن ننسخ الرابط عن طريق كوبي لليان، ثم نعود إلى ايزي كلاس ونضيف عنوان انترنت اللي هو نقوم بلصقه على العنوان. هذا هو العنوان الخاص بالمحاضرة، ونضيف عنوان خاص بنا، محاضرة رقم 1 مثلا. ننشر. إذن تم نشر المحاضرة رقم 1، وهذه المحاضرة رقم 1 فقط عن طريق عنوانها وليس عن طريق تحميلها إلى هذا الموقع. بمجرد الضغط عليها سيقوم الموقع بالاتصال بجوجل درايف وفتح هذه المحاضرة على جوجل درايف، لأنه أعطينا الرخصة لاستخدام هذه المحاضرة. ومحاضرة PDF الطلبة الاطلاع عليها. هذا كجانب لي يمكننا إضافة مجموعة من الريسورس إلى هذا الموقع من أجل مساعدة الطلبة. طبعا هذا ربما المحاضرة موجودة على الموقع الأصلي للجامعة، لكن يمكننا تذكير الطلبة بها هنا في هذا الموقع. إذا كتذكير، الموقع ربما في الوقت الحالي ليس له القدرة على التحميل، فإذا أردنا تحميل ملفات علينا بتحميلها أولا على موقع آخر، والموقع هذا الشهير هو جوجل درايف، هو السهل، يمكننا من إضافة الملفات. وعن طريق هذا الجوجل درايف يمكنني أخذ العنوان الرابط لهذا الملف وإضافته كما هو الحال هنا. أنا بالنسبة لي المحاضرة أو أعمال توجيهية موجودة على شكل PDF، إلى غير ذلك يمكننا إضافته. نقطة ثانية قبل المرور إلى الامتحانات، نفتح جانب للمناقشات كما هو موجود هنا، مناقشات وإنشاء مناقشة، لأنه في العادة في مادة معينة ربما الطلبة عندهم أسئلة، والأسئلة ما هي شخصية ما بين طالب وأستاذ، بينما هي أسئلة يمكن للطلبة الأخرى الاستفادة منها. إذن فننشئ موقع أو غرفة للمناقشة والدردشة، إنشاء مناقشة، ونسميها مثلا، نعطيها عنوان مناقشة المادة، خاصة بالمناقشة خاصة بالمادة مثلا. أننا فتحنا غرفة خاصة بالمناقشة بالمادة، ويمكن للطلبة والأساتذة التفاعل والأستاذ التفاعل معها.
أسئلتكم. للطلبة يمكنهم هنا طرح انشغالاتهم، طبعا الانشغالات الجماعية أو الأسئلة الجماعية. طبعا الانشغال الخاص أو الشخصي يمكننا إرساله إلى الأستاذ يعني بطريقة يعني عن طريق الإيميل، لكن هنا فقط هذه المناقشات خاصة بالمادة فقط، أو خاصة بالانشغالات الجماعية الخاصة بالمادة، شرح، استفسار إلى غير ذلك. إذا معليش نعود نولو إلى المواد، نرجع للمواد. إذا عندنا الآن مادتين أو جزئين، محاضرة وعمل موجهة. نحن لازلنا في المحاضرة، و نبدأ في ال عندنا الامتحانات والواجبات، يعني عندنا الفروض وامتحان نهائي وكل ما يتعلق بالتست وليزيكزامان الامتحانات، والواجبات هي كل ما يتعلق بلي بروجي او لي زيكسبوزي اللي يعطيهم الاستاذ ولا لي ترافو ا دوميسيل اللي يمدهم الاستاذ للطلبه من اجل انجازهم. في العاده الامتحان اذا كان حب الاستاذ يكون بطريقه اوتوماتيكيه كما سوف نرى، امتحان صحيح او خطا ولا اختيارات متعدده، فيمكنه استخدام الامتحان. والواجبات في العاده هي بحوث أو عروض للطلبة، يطلب الأستاذ بحث معين ويقوم الطالب بإرساله إليه. أذكر من جديد أنه فيه مشكل في إيزي كلاس، أنه لا يمكنه تحميل ملفات، إذا كل ما يرسله الطلبة إلى الأساتذة أو يطلبه الأساتذة من الطلبة يكون بسيط، إما بسيط أو إذا تطلب الأمر إرسال ملف معين، في الحالة هذه يجب إرساله كما رأينا سابقا عن طريق موقع آخر مثل جوجل درايف، وإرسال فقط عنوان هذا الملف عوض تحميله مباشرة على الموقع، لأن الموقع أصبح لا يتحمل إضافة ملفات. إذا نبدأ بالامتحانات خاصة بالمحاضرة. مثلا المحاضرة يريد الأستاذ أنه يقوم بتقويم مستمر فرض داخل المحاضرة. طبعا هناك التقويم داخل المحاضرة وهناك تقويم داخل الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية، نفس العمل نقوم به، يعني ما كانش اختلاف هنا ما بين هاتين المادتين. إذا نرجع للمواد، هذه أو هذه نفس الشيء، فقط هنا الأستاذ يقوم بإدخال الامتحانات الخاصة بالمحاضرة، وهنا الامتحانات الخاصة ب أو اللي تست الفروض الخاصة بالأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية. إذا نعود إلى هذه المادة الامتحانات، لا يوجد حاليا أي امتحان، ننشئ امتحان خاص بالمادة هذه اللي هي محاضرات برمجة وخوارزميات. إنشاء امتحان، إذا اسم الامتحان مثلا فرض رقم واحد، موعد التسليم، ومن الأحسن إعطاء فرصة للطلبة خصوصا مع نوعية الإنترنت، ربما الطلبة يعني حتى لا يقدموا شكاوي، من الأحسن إعطاء مدة كافية. تسليم فرضه. إذا أنشأنا امتحان يسمى فرض واحد. نعود من الأول، معلش، ما المواد؟ نفس الشيء، برمجة وخوارزميات سنة أولى رياضيات وعلم آلي. هذه المادة فيها دروس معينة، و في الجانب الأيمن عندنا الامتحانات. الامتحانات عندي امتحان فرض واحد، الفرض الأول
لكنه فارغ في يعني في الوقت الراهن فارغ. نضيف له الأسئلة. الآن الأسئلة هناك ثلاث أنواع، إما صحيح وخطأ، وإما اختيار متعدد، وإما سؤال يتطلب جوابا موجزا أو مقالة. إذن بالنسبة للأساتذة الذين يختارون التصحيح الأوتوماتيكي، بمعنى إذا أردنا أنه ما أن لا نتعب أنفسنا، وخصوصا إذا كان عدد الطلبة كبير 200 طالب 300 طالب، فالاختيار الصحيح ولا الاختيار الأحسن هو اختيار الأوتوماتيكي، هو إما صحيح خطأ أو اختيار من متعدد اللي هو الكيوسيام كما يعرف باللغة الفرنسية. وفري وفو بالنسبة لي صحيح أو خطأ. بالنسبة للشورت أنسرز، الأسئلة الموجزة، يمكننا إضافتها، لكن في الحالة هذه التصحيح سوف يكون يدوي، بمعنى سوف يكون يتطلب الأستاذ أنه يمر عبر كل إجابة لكل طالب، هو الذي يقيم الإجابة. إذا هذان الأسئلة تكون باختيار أو بتصحيح أوتوماتيكي، وهذا الاختيار يكون تصحيح غير أوتوماتيكي، تصحيح يدوي. إذا نقوم بإضافة أسئلة بسيطة، صحيح وخطأ. السؤال الأول نوع صحيح وخطأ والنقط، مثلا نقطة واحدة، نقطة واحدة. هذا السؤال الأول فقط عنده نقطة واحدة من يعني من كل الفرض. نضيف سؤال، باباج هو العالم الذي صمم الآلة الحاسبة الميكانيكية، و نعطي ما هي الإجابة الصحيحة، صحيح أو خطأ، صحيح أو خطأ. ما هي الإجابة الصحيحة؟ هل هي صحيح أم هي خطأ؟ قد تكون الإجابة الصحيحة هي خطأ، فنختار خطأ. في الحالة هذه الإجابة الصحيحة هي صحيح، فنقوم بصحيح وننشئ السؤال. إذن هذا هو السؤال الأول في الفرض الأول. السؤال الأول في الفرض الأول، نضيف سؤال آخر، نفس الشيء. من الأحسن اعتماد نفس المنهج في نفس الفرض، كل الفرض كله صحيح خطأ، أو كله اختيار من متعدد، أو كله سؤال يتطلب جواب موجز أو مقالة، لكن طبعا هذا لا يمنع أننا يكون عندنا فرض فيه خليط من هاته الاختيارات. نفس الشيء دائما نلاحظ التنقيط، النقطة على كم، على السؤال هذا على كم، ونص السؤال. السؤال الثاني كمثال، جنسية العالم الذي صمم الآلة الحاسبة الميكانيكية، نضيف سؤال آخر، نفس الشيء لأن نراعي التنقيط. المهام التي تقوم بها الباباج هي العمليات الحسابية، صحيح، وننشئ السؤال. ونضيف سؤال أخير، صحيح أو خطأ. التنقيط ظهر أول حاسوب واسمه مارك الأول سنة 1944، إجابة صحيحة، إذن صحيح، وننشئ السؤال. إذن نكتفي بهذا القدر. طبعا كل أستاذ على حسب ما يريد أن يضيفه من أسئلة. هنا عندنا امتحان وتقدم لي الطلبة، إذا مجموع العلامات هو 4. الآن في بعض الاختيارات، طبعا المهلة الزمنية، هذا إذا كان في عندنا إنترنت سريعة وكنا في أحوال أين تكون الإنترنت متوفرة، يمكننا
إعطاء مهلة زمنية قصيرة للطلبة، لكن في الوضع الحالي أنا أفضل أنه لا تكون هناك مهلة زمنية، بمعنى أنه الطالب عندما يجري الامتحان يمكن أن يجريه في يوم كامل أو يومين وهو يجري الامتحان، وحتى يعني لا نقع في مشاكل أو احتجاجات من طرف الطلبة. هذه مهمة، عرض النتائج إذا أشرنا عليها واخترناها، بمعنى أن الطالب سوف يرى نتائجه مباشرة بعد إجراء الامتحان، وعليه من الأفضل تركها فارغة. نفس الشيء الخلط الأسئلة، إذا كان الأسئلة غير مترابطة مع بعضها البعض فيمكن خلطها إذا كان اخترناها، من الأفضل ترك الأمور عادية. فيه ملاحظة فقط، هو أنه بالنسبة للأسئلة الصحيحة، إذا كان كل امتحان صحيح أو خطأ أو كله كان اختيارات متعددة، رغم أنه الاختيار عرض النتائج هنا غير مختار، لكن أنا لاحظت أنه يعني هذا إيزي كلاس يعطي النتيجة النهائية، يعني لا يعطي التفصيل للطالب. مثلا الطالب مثلا هنا من 4 نقاط يقول له مثلا باللي أخذ 3 على 4، ولكن لا يعطيه، ما دام ما فيش عرض نتائج لا يعطيه بالتفصيل أي أين هي الإجابات الصحيحة وأين هي الإجابات الخاطئة، وهذه ربما هذا خطأ أو يعني عيب موجود في موقع إيزي كلاس. إذا لتفادي هذا العيب، المفروض أنه لا يعطي النتائج النهائية للطلبة إلا في حالة ما احنا أعطيناه هذا ما فعلنا هذا الاختيار. احنا نخليه هذا حتى يظهر المثال من بعد، نخليه هذا المثال بدون يعني كما هو، وسوف نرى كيف نعالج هذا المشكل في الفرض الثاني. إذا نقوم باختيار ابدأ الامتحان الآن أو موعد الامتحان مثلا، إذا كان كما لاحظنا يعني درنا قبل قليل يوم 16 هو تاريخ انتهاء الامتحان، يمكننا تحديد موعد للامتحان اللي هو تاريخ يعني بداية الامتحان، ونعطي التاريخ. ومثلا من الأحسن أن نختار اختيار ابدأ الامتحان من الآن. إذا هذا هو الامتحان، ونقوم بحفظ الإعدادات، بمعنى أنه خلاص الامتحان الآن جاهز، ويمكن للطلبة أنهم يقومون بالامتحان. وسوف طبعا هنا الطلبة لم يسجلوا بعد، وبالتالي ما عدناش أسامي الطلبة، لكن بعد التسجيل سوف نلاحظ الطلبة ونتائجها. إذا نعود إلى من جديد، حاب دائما نقول إلى الأصل، المواد، ثم المادة التي نعمل عليها الآن هي برمجة وخوارزميات محاضرة، ونقوم ب طبعا كما لاحظنا فيه دروس منشورة، فيه مناقشات، وفيه الامتحانات. الامتحانات فيه فرض واحد، هذا الفرض متاح الآن بما أنه قررنا فتح المجال للطلبة للعمل، وهناك حد أقصى يوم 16 أوت للطلبة حتى يجيبوا، هذا فقط كمثال. بعد هذا التاريخ يصبح غير ممكن للطلبة أنهم يجيبوا. نضيف امتحان ثاني، فرض رقم 2 من نفس الشيء مثلا. دائما يجب إعطاء الطلبة إعطائهم فرصة للإجابة على الأسئلة، فرصة كافية مع الأخذ بعين الاعتبار نوعية الإنترنت الموجودة في بلادنا. الآن نضيف الأسئلة من نوع ثاني اللي هي من اختيار متعدد. كل سؤال كم عليه من نقطة، ونضيف الأسئلة. تم تصميم أول حاسوب بتقنية الإلكترونيات سنة، ونقدم مجموعة من الاختيارات. اختيار الأول
1944، الاختيار الثاني 1946. إذا كان عندنا عدة اختيارات، مثلا أنا أريد إضافة عدة اختيارات، 1948 و1000، إضافة إجابة 1950. إذا عندي 4 إجابات محتملة، والإجابة الصحيحة إنشاء السؤال. بمعنى عندي في الفرض رقم 2 عندي سؤال متعدد، اختيارات متعددة وعليه نقطة واحدة، وهذا هو نص السؤال. نفس الشيء نضيف سؤال ثاني. يمكن الخلط ما بين أنواع الأسئلة، أنا الحق لا أفضل ذلك، ولكن الموقع يتيح لنا الخلط بين الأسئلة أو نوع الأسئلة. الاسم الذي أطلق على هذا الحاسوب هو الاختيار الأول إنياك، أو عسر. والاختيار الصحيح هو الاختيار الأول، إذن الإجابة الصحيحة هي الاختيار الأول، ونقوم بإنشاء السؤال. إذن نفس العملية، ونفس الشيء نضيف سؤال آخر، اختيار متعدد، نقاط 1. ما ينفذه حاسوب مارك الأول في أسبوع؟ ينفذه الحاسوب القديم إنياك في، واختيارات ثانية دقيقة، وإضافة إجابة ساعة، إضافة إجابة يوم. التقنية الإلكترونية التي استخدمت مع الجيل الأول هي الصمامات، الدارات المتكاملة، الدارات المتكاملة الموسعة، الدارات الكهربائية. والإجابة الصحيحة هي الإجابة الأولى، وإنشاء إذن عندنا 4 أسئلة الامتحان على 4. كما أشرنا في الامتحان السابق أو الفرض السابق، نترك مهلة زمنية غير منتهية للطلبة، طبعا إلى غاية آخر يوم في الامتحان كما هو محدد. لا نقوم بعرض النتائج، لا نسمح للطلبة برؤية نتائجهم حتى بعد الامتحان. إذا أردنا خلط الأسئلة نخلطها، لكن لاحظ كما هنا مثلا هذا السؤال الثاني يجب أن يكون بعد السؤال الأول. الاسم الذي أطلق على هذا الحاسوب هو أول حاسوب، وبالتالي هنا الخلط غير ممكن. من الأحسن ترك الأمور عادية، وحتى نظام العلامات يكون عادي. الآن كما قلنا فيه إشكالية في إيزي كلاس، بالنسبة للأسئلة التي هي من نوع صحيح خطأ أو من نوع اختيار متعدد، إيزي كلاس سوف يعطي النقطة النهائية، حتى ولو لم نقوم بعرض نتائج سوف يعطي النقطة النهائية 4 من 4 أو 3 من 4. وربما هذا يعني يشكل يعني عدم تحكم في الامتحان. إذا مثلا طالب معين تحصل على 4 على 4، معناها أصبح يعرف كل الإجابات الصحيحة، ويمكن لبعض الطلبة ربما مشاركة هذه الإجابات، وبالتالي يصبح الامتحان ليس له معنى.
من الأحسن في هذا النوع للأسئلة اختيار متعدد واختيار أو صحيح وخطأ، إضافة سؤال فارغ من نوع إضافة سؤال فارغ من نوع سؤال يتطلب جواب موجز أو مقال. هذا السؤال نضع عندنا نقطة صفر، ونفس السؤال سؤال فارغ. لأنه عندما يكون السؤال يتطلب جواب موجز أو مقالة لا يمكن التصحيح الأوتوماتيكي، إذن هنا يصبح الإيزي كلاس يعطي فرصة للأستاذ حتى ينقط، وبالتالي يعني بهذه الطريقة سوف نخفي النقطة النهائية على الطلبة، لأنه كما قلنا هذه الاختيار عرض النتائج لا ينفع، يعني يعطي يعني يمنع الطالب من معرفة الإجابات المفصلة داخل الامتحان، لكنه يعطيه النتيجة النهائية، وهذا عيب في الموقع، أتمنى أن يتدارك لاحقا. إذا ننشئ سؤال فارغ بنقطة صفر ونتركه فارغ، إنشاء سؤال. إذا عندنا 4 أسئلة تصحح أوتوماتيكيا، ويبقى سؤال فارغ هذا نتركه. طبعا الأستاذ سوف يعطي صفر على هذا النقطة، ولكن نضمن به الرجوع إلى الأستاذ قبل إعطاء النقطة النهائية إلى الطالب. إذا نفس الشيء كما فعلنا في الامتحان السابق، الآن نفعل الامتحان عن طريق ابدأ الامتحان الآن، أو يمكن بدايته من تاريخ معين نحدده. طبعا بعد تفعيل الامتحان لا يمكننا تعديل أو حذف أي من الأسئلة، ونقوم بحفظ الإعدادات. إذا نعود إلى المواد، طبعا يمكننا فقط الذهاب إلى الامتحانات حتى نذكر أكثر ونشرح أكثر. نعود إلى المواد، إذا عندنا مادتين، المادة الأولى التي نحن بصدد إضافة الامتحانات إليها هي المحاضرة سنة أولى رياضيات وعلم آلي، نسجل الامتحانات عن طريق الامتحانات. إذا عندنا فرض رقم واحد كله صحيح يعتمد على أسئلة صحيحة وخطأ، وفرض رقم اثنين الذي يعتمد على أسئلة اختيارات متعددة، نضيف فرض ثالث يعتمد على الأسئلة الحرة التي لها إجابات مختلفة. إنشاء امتحان مثلا فرض رقم 3، أو امتحان نهائي جواب موجز أو مقالة، نص السؤال. طبعا السؤال هنا نلاحظ التنقيط، يمكن إضافة عدة أسئلة وسؤال واحد يعني كما نشاء. إذا ننشئ سؤال، عرف الحاسوب واذكر مكوناته، وهذا السؤال مثلا على 5 نقاط. ننشئ السؤال، نضيف سؤال ثاني مثلا نفس الشيء على 5 نقاط، سؤال ثاني أذكر 5 لغات برمجة تستخدم حاليا نفس الشيء على 5 نقاط. إذن نكتفي يعني بهذا القدر، وطبعا يمكن إضافة أسئلة أخرى، الإجابات تكون يعني محددة وتكون يعني جواب موجز. إذا كان أردنا أن الجواب يكون يعني طويل، أو أن محتويات الأجوبة تكون تحتاج إلى رموز خاصة مثلا في قسم الرياضيات وسنوات الرياضيات، مثلا يستخدم بعض الرموز الخاصة كالتكامل يعني
تفاضل إلى غيرها، فيمكن تغيير السؤال أو تغيير الامتحان بطريقة أخرى كما سوف نرى في الامتحان مثلا الاستدراكي كمثال. إذا بعد الانتهاء مجموعة على علامات 10 عندنا سؤالين، وطبعا في هذا النوع للأسئلة هنا الأستاذ يكون مطالب بتقييم كل طالب لوحده، يعني التصحيح لا يكون أوتوماتيكيا، هنا التصحيح سوف يكون يدويا يعني طالب بطالب، وربما هذا النوع من الأسئلة يستخدمه الكليات الأخرى غير كلية العلوم والتكنولوجيا. إذا نفس الشيء طبعا عرض النتائج هنا سوف لن تكون هناك تصحيح أوتوماتيكي، وبالتالي سوف يكون تصحيح عن طريق الأستاذ. يبدأ الامتحان نفس الشيء وحفظ الإعدادات. إذا الامتحانات فيه فرض واحد، فرض اثنين، امتحان نهائي. الفرض الأول يعتمد على صحيح أو خطأ، الفرض الثاني يعتمد على اختيارات متعددة، وما الامتحان النهائي كمثال يعتمد على الإجابات الموجزة. نقوم بإنشاء امتحان أخير، هو مثلا الامتحان الاستدراكي. كافية للطلبة للإجابة، للتاريخ والتوقيت. نضيف سؤال واحد. في هذه الحالة كما قلنا سوف نقوم بتبادل الملفات، يعني ربما الأسئلة تتطلب تحرير من نوع خاص، إضافة رموز خاصة. إذا الأسئلة سوف لن تكون داخل الموقع، سوف تأتي من خارج الموقع. نقوم بإعطاء الطلبة نص الامتحان ملف PDF ولا ملف وورد، ونفس الشيء الطلبة يقومون ب إرسال ملف عن طريق أو بالشكل أو فورمات تاع PDF أو وورد. لكن كما قلنا خاصية التحميل نوعا ما غير مفعلة في إيزي كلاس، إذا علينا باستخدام العناوين الخاصة بالملفات. كل سواء كان الأستاذ أو الطالب يستخدم جوجل درايف كمثال، أو هناك طبعا مواقع أخرى يمكن تحميل الملفات عليه. إذا هنا كمثال قم بتنزيل نقوم بنسخ الرابط الخاص به. نفس الشيء يجب كما في جوجل درايف يجب إعطاء خاصية الاستخدام لجميع من يملك هذا الرابط، كوبي لليان، ونقوم بدمجه في السؤال. إذن هنا الطلبة سوف يقومون بتنزيل ملف الامتحان من على جوجل درايف كمثال، أو من أي موقع آخر يقوم بتحميل الملفات. أنا أوضح فقط الطلبة و أرسل. طالب
ويجب عليه أن يبعث الرابط وننشئ السؤال. امتحان غير معني به ايزي كلاس، امتحان فقط سوف يعني ايزي كلاس هنا فقط يربط الطالب بالاستاذ عن طريق هذا الـ هذا هذا العنوان. نفس الشيء يبدا الامتحان الان وحفظ الاعدادات. اذا الى غايه الان قمنا باضافه انواع للفروض والامتحانات الاستدراكيه والامتحان النهائي كمثال، ونفس الشيء يمكن القيام به في الاعمال الموجهه والاعمال التطبيقيه، فرض او فرض اول واحد واثنين بالنسبه للاعمال الموجهه والاعمال التطبيقيه. سوف الان نقوم بتسجيل بعض الطلبه ونرى ما هي نتائجهم وكيف سوف تظهر نتائجهم. اذا بعدما اعطينا فرصه للطلبه للتسجيل واجراء الامتحانات نعود الى المواد الخاصة بنا، مادة برمجيات وخوارزميات، ونلاحظ الامتحانات. فرض الأول نتائج الامتحان، سوف نلاحظ أنه فيه طالب قام بالتسجيل اسمه أحمد وعنده النتيجة النهائية هي 3/4. إذن هذه أحد مزايا التصحيح الأوتوماتيكي، يكون بدون الرجوع إلى الأستاذ. لكن كما أشرنا سابقا في الامتحان الأول أو الفرض الأول لم نقوم بإضافة للسؤال الفارغ، في الحالة هذه النتيجة النهائية أيضا سوف يطلع عليها الطالب، يعني الطالب سوف يعلم أنه عنده نتيجة 3/4 لكن لا يعلم بالضبط ما هي الإجابة الصحيحة من الإجابات الخاطئة. الامتحان الثاني الفرض الثاني الذي أضفنا له للسؤال الفارغ نتائج الامتحان، أحمد كما نلاحظ هنا نتائج الامتحان في انتظار المراجعة، يعني سوف يقوم الأستاذ بالعملية الأخيرة اللي هي إضافة الصفر، وكما قلنا نضغط على هنا حساب التقييم، سوف نلاحظ أن الإجابات الأوتوماتيكية مصححة، عنده إجابة خاطئة الأولى، إجابة الثانية صحيحة، إجابة الثالثة خاطئة، والإجابة الرابعة صحيحة. هو إلى غاية الآن لا يعلم ما هي إجابته. نحن طبعا هنا حتى نعالج هذه الإشكالية الموجودة عند إيزي كلاس التي كما قلنا تعطي النتيجة النهائية للطالب، فنضيف هذا السؤال الفارغ حتى نعالج هذا المشكل، ونقوم طبعا هنا بإضافة صفر وحفظ التغييرات. إذن سوف يتحصل الطالب على نقطته، ولكن سوف في الحالة هذه عندما أضفنا السؤال الفارغ هو تحصل على 2/4، لكن الطالب سوف لن يطلع على هذه النقطة. يريد الأستاذ عندما ينشر الأستاذ النقاط بعد انتهاء الآجال سوف ينشر الأستاذ النقاط. الامتحانات نفس الشيء، الامتحان النهائي نتائج الامتحان، طالب أحمد قدم في انتظار المراجعة، يعني قدم الامتحان هو، نحن سوف نقوم بتقييمه بطريقة، الآن هذا النوع من الامتحانات سوف يكون بطريقة يدوية، يعني طريقة غير آلية، الأستاذ يطلع على إجابة الطالب ويقيم، عارف الحاسوب واذكر مكوناته، الطالب أجاب الحاسوب جهاز إلكتروني يساعدنا على الحساب والبرمجة وكتابة المذكرات، مكوناته الشاشة لوحة المفاتيح الفأرة والوحدة المركزية، نقيمه مثلا 4/5 و
نضيف تعليق، لماذا أعطيناها 4 من 5 مثلا؟ قال تعريف ناقص. يعني النقطة كانت 4. كما قلنا هنا التصحيح يدوي، وعلى الأستاذ أنه يعلل التنقيط نتاعو. 5 برمجات تستخدم حاليا، باسكال، سي، دلفي، جافا، سي شارب. إجابات كلها صحيحة، إذن 5 من 5، وهنا لا داعي لإضافة تعليق. تصحيح يدوي لامتحان. نعود إلى الامتحانات. امتحان الاستدراكي كما قلنا هو امتحان أين نسلم للطالب ملف ويرجع لنا ملف، يعني لن تكون هناك إجابات داخل إيزي كلاس. إذا نتائج الامتحان نفس الشيء، الطالب ينتظر التقييم، نقيم عمله عن طريق تنزيل ملفه. إذا هو أجابنا الجواب على الرابط التالي، هو أيضا عنده جوجل درايف، وبعدما أجاب في ملف، وقلنا هذا في الحالة هذه أين نحتاج إلى أن الطالب مثلا يضيف صور ولا يضيف بعض الرموز الخاصة بمثلا طلبة الرياضيات أو طلبة الميكانيكا أو الفيزياء، أين نحتاج إلى رموز ربما لا يمكن استخدامها في ولا لا يمكن كتابتها على ايزي كلاس. اذا نريد من الطالب ارسال ملف كامل، اذا يرسله هو ايضا عن طريق ادرس ولا يو ار ال، فليقوم الاستاذ بنقل نسخ هذا العنوان وفتح نافذه ولا فتح تاب. تنزيل اجابه الطالب مثلا، هذه اجابه مثلا، ويقوم بتقييمها. يقوم بتنقيط. طبعا نفس الشيء هنا يجب طبعا تقييم الطالب، تنقيطه من 10 مثلا، 8 من 10، ولكن طبعا يجب انه نعطي للطالب سلم التنقيط. مثلا السؤال الاول التبرير للنقطة هذه 8 من 10، لماذا أعطيناها 8 من 10؟ حفظ التغييرات، يعني وكأنه هذا هو التصحيح الذي نضعه على الورقة في الحالة العادية عندما يكون الامتحان حضوري. إذن النتيجة النهائية 8 من 10، و الطالب لغاية الآن لم يطلع على نتائجه. نذهب إلى سجل العلامات، ويتم تحديث سجل العلامات. هنا ربما يأخذ وقت، كلما كان عدد الطلبة كبير كلما أخذ وقت. الفرض الأول لأنه كان فرض صحيح أو خطأ، تم النشر، يتم النشر بدون أخذ رأي الأستاذ. هذا علاش هنا يجب أن نكون حذرين. إذا كان أردنا النشر المباشر بعد إجراء الامتحان الطالب، إذا معليش. إذا كان لم نريد ذلك، كنا كما فعلنا في فرض رقم 2 نضيف سؤال فارغ بتقييم 0 ونتركه هكذا حتى يعطينا هذه الفرصة. هذاك الصفر، هذاك السؤال الصفر الذي أضفناه هو اللي أعطانا التحكم في عملية نشر النقاط بعد إجراء الامتحان.
سؤال الفرض الأول يعني لم يأخذ رأينا، نشر مباشرة، يعني الطالب مباشرة بعد ما ينهي الامتحان يعرف نتيجة رغم أنه لا يعرف التفصيل. لكن بالنسبة للفرض الثاني كما نلاحظ، فبعدما أضفنا السؤال الفارغ هنا أعطتنا الحرية لنشر النقاط طبعا بعدما ينتهي كل الطلبة من إجراء فروضه. إذن الآن نقوم بالنشر، طبعا هذا العملية نقوم بها بعد نهاية الامتحانات وبعد الموعد النهائي لتسليم الامتحانات. بعد نشر العلامة سيتم عرضها على جميع الطلاب، طبعا كل طالب لحاله. نفس الشيء بالنسبة للامتحان النهائي، طالب حصل على 9 من 10 نقوم بنشر، طبعا هذا بعد آخر أجل لتسليم الامتحان، تم النشر. نفس الشيء بالنسبة إلى امتحان الاستدراك. طبعا العملية هذه نقوم بها مرة واحدة مع جميع الطلبة. طبعا هنا في المثال أخذنا طالب واحد فقط، لكن في العادة عندنا عدة طلبة ونقوم بالنشر. إذن هذا فيما يخص الامتحانات. نمر الآن إلى الواجبات، هما لي بروجي ولا لي زيكسبوزي، إعطاء واجب. نفس الشيء اسم الواجب، مثلا عروض وبحوث. بحوث حول حالة تسليم الواجب، في حالة ما إذا أردنا إرسال ملف، كما قلنا فيه مشكل في تحميل الملفات. إذا هنا الواجب لا يسلم، يعني لا يسلم عن طريق ملف، سوف يسلم عن طريق URL، عن طريق URL. قيمة العلامة طبعا في العادة نقطة عشرين، تاريخ و يوم ووقت معين، نعم، وحفظ. إضافة URL. الآن نذهب إلى ملفاتنا ونرى ما هي البحوث. مثلا بحوث، نبحث عن بحوث مثل هذه، ملف هذا عبارة عن بحوث، و المقدمة للطلبة ونقوم بمشاركتها مع الطلبة، ونعود إلى إضافة URL. هذا مطلوب من الطالب أن يقوم بالبحث و وبحوث الطلبة. الطالب سوف يقوم بتنزيلها، وهذه البحوث التي يعطيها الأستاذ مثلا للطلب، ويقوم الطلبة بإجراء هذه البحوث. هذا هو كمثال الواجبات التي تعطى إلى الطلبة، وعلى الطلبة إرجاع هذه الواجبات. طبعا نفس الشيء نعطي فرصة للطلبة للإجابة. إذا نعود إلى البحوث بعدما أعطينا فرصة للطلبة لإرسال بحوثهم. الواجبات مثلا، وهناك بحوث. أريد العودة إلى البحوث. في بحوث يمكننا إضافة بعض تعديل. أنا قلت المرة قبل قليل فيما يخص تسليم الواجب، يجب يعني حتى ننقذ الطلبة يجب أن نفعل تسليم الواجب، ليس كما قلت سابقا.
تسليم الواجب يكون أكيد، ونحفظ نحفظ هذا البحث سوف يكون فيه واجب. إذن البحوث سوف يسلم الطلبة بحوثهم. مثلا هنا وجدنا أنه فيه طالب يسمى أحمد، أحمد قال سلم في وقته، نرى ماذا سلم. نفس الشيء قال البحث على الرابط التالي، هو أيضا بعث لنا ببحثه. طبعا يمكن نسخ الرابط، نسخ الرابط و رابط سوف يساعدنا في تنزيل ملف مثلا باوربوينت، ونفتحه نفتحه على الفايرفوكس أو نفتحه عن طريق التنزيل، ننزله ونفتحه على ملفنا أو على جهاز الكمبيوتر. إذا بحث الطالب يسمى بي بي تي، اللي هو بحث باوربوينت، ونقوم بتقييمه. بعدما نقيمه سوف نعطي الدرجة للطالب. إذا فيه تعليق نفس الشيء، الطالب سوف لن يتمكن من الاطلاع على النقطة إلا بعد نشر العلامات في سجل العلامات. يتم التحديث، يعني إذا كان عدد الطلبة كثير سوف يأخذ وقت حتى يتم التحديث، فما تقلقوش. وسوف نرى أن البحوث هذه النقطة 13-20 هي نقطة لم يتم نشرها بعد، وسوف نقوم بنشرها. الآن فيما يخص سجل العلامات، إذا أردنا نشر الحساب بالمعاملات يمكننا ذلك، يعني عن طريق إعطاء الفرد كل 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 علامة أو كل فرد أو كل امتحان ما هي نسبته المئوية، 10% 20% من النقطة النهائية كمثال. طبعا هذا لا يهم، يعني ما يهم هو العلامة. إذن بعد الانتهاء من عملية التقييم يمكن للأستاذ العودة إلى المواد، مثلا المادة هذه، وانتهينا من تقييم الفروض والمحاضرات والامتحانات إلى غير ذلك وحساب المعدل النهائي، يمكن تحميله أيضا على الحائط هذا الخاص بهذه المادة. نفس الشيء بإضافة URL، نفس الشيء. طبعا يجب أن نكون حضرنا النتائج النهائية على مثلا ملف PDF، ونفس الشيء نشاركه عن طريق مثلا جوجل درايف، وننقل العنوان النتائج، ونقوم هنا بإضافة URL العنوان والنتائج. وننشر النشر الثاني اللي هو للأستاذ لنتائج نهائية للمادة. مثل ما عرض نتائج على
عروض، بحوث، إلى غير ذلك، والمعدل النهائي الخاص بالمادة، ويكون بذلك الأستاذ قد أتم التقييم المستمر والامتحان النهائي عن بعد، وكل طالب مطلع على تقييمه ونقطته، ويبقى طبعا الاتصال ما بين الأستاذ والطلبة عن طريق إيزي كلاس، أو عن طريق بالطريقة العادية عن طريق الإيميل. إذا في الأخير أتمنى أن هذه الشروحات كانت كافية للقيام بإنجاز التقويم المستمر حتى الامتحانات النهائية أو الاستدراكية على موقع إيزي كلاس. أتمنى لجميع الأساتذة النجاح والتوفيق في عملية التقييم عن بعد، وإلى اللقاء. وطبعا سوف نقوم بعرض لفيديو آخر خاص بالطلبة من أجل تسجيل أنفسهم، ونفس الشيء لإنجاز أعمالهم للتقويم المستمر والامتحانات النهائية على موقع easyclass.com. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.